بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي محمد ربوحات من مدينة مكناس، مواليد 1961، دراج معروف على الصعيد مكناس وعلى الصعيد الوطني. أنا تمارس هذه الرياضة ديال الدراجة الهوائية 1978، ثم أنني مريت على عدد مدن السنة الفريطة، من كناس الداخلة، ثم من كناس مرجوبة، ثم من كناس الشمال المغرب الشمال كامل، ثم من كناس الصرق وجدة والنواحي ديالها. ثم أنني دابا أنا فكرت بهذه الرحلة المباركة من مدينة مكناس إلى دولة السعودية إلى الحج إن شاء الله تعالى. أنا جد مسرور لما وصلت هذا البلد، استقبلني عدد من الصحفة وأنا أشكرهم فحبية وجاءوا وكبوني واستقبلوني وأنا الآن معهم، فشكرا للصحافة. نفس الوقت أنني استقبلني رئيس المجلس البلدي مدينة أكادير وهداوا لي هدية رمزية، أنا تنشكرهم وعدد من الأعضاء. كذلك تنشكر الناس اللي هما مستضفيني، السيدة خديجة والأستاذة الكاتبة الشاعرة والزوج ديالها سي حسن، وكذلك سي هشام الأستاذ كذلك مستقبل في البيت ديالو. فأنا من أجد مسرور بهذا حسن الاستقبال وحسن الضيافة، لأنني غادي طريقي من مدينة مكناس إلى الحج إن شاء الله. بالنسبة للتراجيديا بالنسبة للتراجي ديالي، يعني الطريق ديالي عبر المدن، مشيت من مكناس يعني انطلاقا الأولى من مدينة مكناس إلى مدينة سالة، ثم من سالة إلى المحمدية، ثم من المحمدية إلى البيضاء الجديدة، ثم من الجديدة إلى مدينة أسفي، ثم مدينة أسفي إلى الصويرة، ثم من الصويرة إلى مدينة أكادير. والناس كلهم استقبلوني وفرحوا بيا، خاصة الدراجين بالمملكة المغربية عبر المدن اللي مريت منها، وخاصة الدراجين ديال مدينة أسفي اللي هما استقبلوني استقبال حار وشجعوني. ولما بغيت نطلق من مدينة أسفي جاو معايا 100 دراج من مدينة أسفي إلى مدينة الصغيرة، ضربوا معايا المسافة ديال 130 كيلومتر ودعوني من مدينة الصويرة. والوجهة من بعد أكادير إن شاء الله؟ الوجهة من بعد أكادير تجنيس إن شاء الله، ثم قنيم باب الصحراء، ثم طنطان، ثم الأخ في النير، ثم طرفايا، ثم العيون، ثم بوجدور، ثم الداخلة، ثم القلقلات، الحدود المغربية الصحراوية مع الحدود الموريتانية.